كثير انا داخل ياخذ فرشه واحده اللوحه لان بالجزر الفشمه اللوحه كثير هنا داخل هذه الجزر فيها الخشب نقولوا احنا اللوح مطلي وفيها الذهب ثاني كاين فيها ثاني في الحرير والصوف والمر سيري خوتي استقبلوا ويليام رابع مع اللي حكم بلاصة في محكمة العدل في لاهاج 1757 هذا يا خوتي ستان فوتوي تاع فرنس فرنسي هذا كان تاع واحد الفرنس فرنسي كان فيه حق يستعفو يجي لهنا اللي في 1700 عندو ثلث قرون شوفو هذا يا خوتي من الفيزاج تاعهم رقم 100 كيفاش رسموها كيفاش كانوا يخمو فريمون سي مانيفيك